اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. ودي ان شاء الله هناخد ليسون 1 في يونت 2 اللي بعنوان السيت اوف زيروز اوف ا بولينوميال فانكشن. الدرس بتاعنا النهارده من الدروس السهله جدا، انا بعتبره زي ريفيجن على الجزء بتاع الفاكتورايزيشن اللي خدناه في جروب 2، بالاضافه الى تغيير بعض المسميات اللي احنا هنوضحها مع بعض. ويونت 2 بوجه عام تعتبر يونت سهله وان شاء الله مفيش فيها مشاكل خالص. يلا مع بعضين نبدأ الليسون ونحاول نأكد على بعض المفاهيم اللي خدناها قبل كده. عايزين نفتكر مع بعضينا البولينوميال فانكشن. What is the polynomial function؟ هي الفانكشن عندي كانت بتتكون من ايه؟ كانت بتتكون من مجموعة من الترمز. الترمز دي لما بيحصل لها addition بنسميها polynomial. اوكي؟ على أساس إن الترم ده لوحده كنا بنسميه monomial، يعني just one term. Two terms مع بعض بنسميهم binomial. Three terms trinomial. More than three terms كنا بنسميهم polynomial and so on. فالبولينوميال بوجه عام تعرفها ان هي added terms، مجموعة من الترمز ما بينهم plus وماينس. تمام؟ المجموعة دي لما بتتربط بطريقة ما ممكن تعمل لي function، تعمل لي علاقة. العلاقة دي بتحكمها factors وdegree. يعني أنا عندي الـ variable x محكومة عندي هنا في الترم ده بالفيرست ديجري، هنا سكند ديجري، هنا ثيرد ديجري، وعندي بعض الكوفيشنتس اللي بتشكل لي مع الفاريبلز الفانكشن بتاعتي. طيب ده تعريف البولينوميال بوجه عام. احنا عايزين نعرف النهارده، عايزين نعرف ما هي الزيروز اوف ذا فانكشن اف. ايه الزيروز بتاعتها؟ الزيروز بتاعتها هي الفاليوز اوف اكس، قيم الاكس اللي تخلي لي الاف اوف اكس كلها ايكوال زيرو. هتقول لي يا مستر بس احنا سمعنا الكلام ده قبل كده. اقول لكم مظبوط، الكلام ده فعلا سمعناه قبل كده، وكنا قلنا على الكلام ده الروتس. يعني احنا لما كنا بنقول ما هي الروتس بتاعت الفانكشن، وكان تحديدا في الكوادراتيك ايكويشن، الروتس هي الفاليوز اوف اكس اللي تخلي الواي بزيرو، او اللي هتخلي الاف اوف اكس بزيرو. طيب سمعنا الكلام ده برضك تاني فين؟ اللي هو الفاليوز اوف اكس اللي بتخلي الاف اوف اكس بزيرو. سمعنا الكلام ده فين؟ سمعناه في جمله فايند ذا سوليوشن. يعني لما يقول لي find the solution of the function f، ده معناها هات لي الروتس او هات لي الفاليوز اللي عندها الاف بزيرو. يبقى انا لما يجي يقول لي الدرس النهارده بعنوان الزيروز اوف ذا فانكشن f، هو ما ادانيش جديد، ده هو الجديد في الموضوع ان هو اضاف لك اسم جديد لمعلومه انت عارفها قبل كده. تمام؟ يعني ما حدش يفتكر الدرس جديد، لا. يبقى احنا لازم نربط في دماغنا دلوقتي الثلاث حاجات دول مع بعض. ايه هم؟ لما يقول لي find the solution of the function f، لما يقول لي find the roots of the function f، لما يقول لي find the zeros of the function f، كلهم بمعنى واحد الا وهو هات لي ال values of x اللي عندها ال y هتبقى بزيرو. واحنا كده كده عارفين ان ال y هي هي ال f of a، f of x. اوكي؟ بيتهيألي بعد المقدمة دي انتوا ادركتوا قد ايه الدرس بتاعنا هيكون سهل. طيب تعالوا نتكلم واحنا بنجيب الزيروز. وانا بجيب الزيروز عندي طريقتين، يا اما هفرض فاليوز للاكس وعوض، والفاليو اللي تصيب معايا وتحقق ان الاف بزيرو او الواي بزيرو، يبقى هو ده سوليوشن. يبقى انا عندي اول طريقه عندي ان انا اعمل تراي اند ايرور لمجموعه فاليوز اوف اكس واشوف الواي بكام. الكلام ده هيتم على ايه؟ الكلام ده هيتم على البولينوميال في هذه الصوره، في الصوره وهي معمول لها اديشن للتيرمز بتاعتها. يبقى البولينوميال على هذه الصوره ما قدامنيش غير ان انا افرض فاليوز للاكس واختبر الواي، وزي ما تيجي بقى الواي طلعت لي بزيرو اصبح هو الحل. اوكي؟ زي ما انتم شايفين هنا لما عوضنا عن الاكس بزيرو طلعت بزيرو، هنا عند الاكس ب2 الله امال فين الاكس ب1؟ احنا عوضنا وما طلعتش، وما طلعتش بزيرو. يعني هو هنا ذاكر في الاكزامبل ده الفاليوز اللي عندها بس الاف بزيرو. طيب لو جينا عوضنا عن الاف ب2 هشيل كل اكس واحط 2 واعمل سبستيتيوشن هتديني برضو زيرو، ولما اعوض عن الاكس ب3 نفس الكلام هتديني بزيرو. في هذه الحاله بنقول ايه؟ بنقول ان النمبرز 0 و2 و3 دول مين دول؟ دول الزيروز بتاعت الفانكشن اف. وهم هم برضو الروتس بتوع الفانكشن اف، وهم هم برضو السوليوشن سيت اوف ذا فانكشن اف. تمام؟ طيب ايه الطريقه الثانيه اللي انا اقدر اجيب بيها الزيروز بخلاف السبستيتيوشن؟
الطريقه الثانيه اللي هي الفاكتورايزيشن. وما معنى كلمه فاكتورايزيشن؟ فاكتورايزيشن يعني انا الادد تيرمز ديت بحولها لفاكتورز، يعني بدل ما هي في صوره الاديشن بنحولها لصوره المالتيبليكيشن. صوره المالتيبليكيشن بتساعدني في ايه؟ ان انا عندي قاعده بتقول ان الفانكشن تبقى بزيرو لو واحد منهم بقى بايه؟ بقى بزيرو، وبنبني على القاعده دي بقيه الشغل بتاعنا. اوكي؟ طيب تعالوا نشوف كده بعض السيمبلز. ناخد بالنا ان كلمه اف لوحدها معناها فانكشن. الليتر ده ممكن ما يبقاش اف، ممكن يبقى جي. جي اوف اكس هي برضو فانكشن بس سميناها جي. ممكن يجي لي اتش اوف اكس. طيب الاف اوف اكس دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي رول بتحكم العلاقه ما بين نتيجه الفانكشن والايه والفاريبل اكس، تمام؟ وفي الرول دي لازم يطلع جاست وان ايمج للايه للاكس. طبعا خدنا الكلام ده في الترم الاول باعتبار ان هي فانكشن. طيب ايه تاني؟ عندي حاجه اسمها زد اوف اف. وات از ذا مينينج اوف زد اوف اف؟ ده اختصار للزيروز اوف اف. وزي ما انتم شايفين عامل لكم خط على كلمه اند ات از ذا سوليوشن سيت اوف ذا ايكويشن اف اوف اكس ايكوال زيرو. يبقى ملخص للليسون بتاعنا، احنا هنسولف الايكويشن اللي حجلنا، البولينوميال ايكويشن اللي حجلنا، وهنطلع الروتس بتاعتها. وبدل ما هنكتب السوليوشن سيت ايكوالز كذا هنكتب الزيروز اوف ذا فانكشن ايكوالز كذا. طالما بعدين نشوف اكزامبل 1. بيقول لي فايند زد اوف كي اوف ايتش اوف ذا بولينوميال فانكشنز ديفايند باي ذا فولوينج رولز. معنى الزد اوف كي يعني الزيروز اوف كي، اكنه بالظبط بيقول لي فايند السوليوشن سيت، بس بدل ما هكتب كلمه السوليوشن سيت هنكتب زد اوف كي. اول رول عندي 2x minus 6. احنا اتفقنا طبعا مش هنشتغل بالسبستيوشن، لازم هشتغل بالفاكتورايزيشن. عشان اشتغل بالفاكتورايزيشن اول حاجه هنعملها هنساوي الرول بالزيرو. يبقى let 2x minus 6 equal كام؟ equal 0. هنعمل division over 2، يبقى انا عندي هنا x minus 3 equal 0، ده يديني x equal كام؟ equal 3. يبقى 3 هي دي الفاليو اللي لو حطيتها في الرول الفانكشن عندي هتدي 0. يبقى على طول then الزد اوف كي الزيروز بتاعت الفانكشن اللي اسمها كي ايكوالز كام؟ ايكوالز 3. اللي بعديها اكس سكويرد ماينس 3 اكس ماينس 10. اول حاجه نعملها نفاكتورايز الايه؟ البولينوميال دي. عشان اعمل لها فاكتورايزيشن نسويها بالزيرو. ليت اكس سكويرد ماينس 3 اكس ماينس 10 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. ايه باي ايه يديني 10؟ والديفرنس يديني 3. سهله قوي 2 تايمز 5. يبقى عندي هنا اكس واكس 1 بلس 1 ماينس، يبقى انا عندي هنا ال 5 وهنا الايه؟ هنا ال 2 ايكوال 0. من اول النقطه دي بنقول اذا ان البراكت ده ايكوال 0 او الاكس ماينس 5 ايكوال 0، وبنقولها على طول زين اكس بلس 2 ايكوال 0 اور اكس ماينس ال 5 ايكوالز ايه؟ ايكوال 0. x بلس 2 ايكوال 0 يعني الاكس ايكوال نيجاتيف 2 اور الاكس ايكوال كام؟ ايكوالز 5. يبقى الزد اوف الفانكشن اللي اسمها كي هت ايكوالز نيجاتيف 2 و 5. يلا اللي بعديها بيقول لي الكي اوف اكس ايكوال 8. دي كونستانت فانكشن يعني الواي ايكوال 8، يعني ده ستريت لاين. الستريت لاين ده بينترسكت الواي اكسس عند البوينت اللي اسمها 8. يبقى at every value of x الواي عندي هتديني 8، يعني مفيش اي فاليو ابدا اقدر احطها هنا للاكس الواي تديني 0. وفي هذه الحاله لازم يبقى الزيروز اوف كي هت ايكوالز ايه؟ هت ايكوالز 5. ما عنديش اي فاليو توصلني ان الواي تبقى بكام؟ تبقى بزيرو. يلا اللي بعديها هنا constant function، والconstant function equal 0، يعني every value for x الايمج بتاعتها بزيرو. ده ستريت لاين بيباص ثرو الواي ايكوال زيرو، او بمعنى اخر الاكس اكسس. طب الاكس اكسس بيمثل ايه؟ بيمثل كل الريل نمبرز. يبقى اي نمبر عندي احطه هنا هيديني زيرو، وبالتالي الزد اوف كي هت ايكوالز الايه؟ الار. نطلع بايه من اكزامبل 3 واكزامبل 4؟ نطلع ان لو جات لي كونستانت فانكشن على طول بنقول ان الزيروز اوف ذيس فانكشن ايكوالز 5،
ولو جات لي الفانكشن بزيرو يبقى لازم يكون الزيروز بتاعتها كل الريل نمبرز. نيجي نشوف اكزامبل 2، بيقول لي find in R the set of zeros of each of the polynomial functions defined by the following rules. طبعا هنساوي كل الفانكشنز بالزيرو ونجيب قيمه الاكس اكني بالظبط بجيب السوليوشن سيت. يبقى هنا let x squared minus 16 equal 0، يعني ال x squared equal كام؟ equal 16. هنا ما ننساش ان ال x عندي هت equal positive negative root 16 which is positive negative 4. يبقى ال zeros على طول of ال f هت equals negative 4 وال a وال 4. مهم جدا يا جماعه حكايه ال positive negative دي ما ننساهاش عشان دي هتطير منك root. طيب اللي بعد كده x squared plus 49. نتفق مع بعضينا ان لو جالي sum between two squares او x squared plus على طول x squared plus ال 49 equal 0 دي مالهاش حل. ليه؟ لان ال x squared عندي هنا هت equal negative ال 49 ودي بالتبعيه هتخليني اقول ان ال x equal positive negative root 49 وانا عندي مفيش حاجه اسمها root negative في real number. يبقى الزيروز اوف كي عندي هنا على طول هت equals ال 5. طيب وبعد كده هنقول let x squared minus 10x plus 25 equals 0. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي 2 brackets اهم، واضح طبعا ان هو perfect square. عندي هنا x وهنا x، هنا plus وهنا minus، يبقى الاثنين هنا negative sign. ايه بقى ايه دي 25 والسم يديني 10 5 تايمز الايه؟ تايمز ال 5. يبقى then ال x minus ال 5 equals 0 or ال x minus ال 5 equals 0، يعني ال x equals ايه؟ equals 5. يبقى الزيروز عندي للفانكشن اللي اسمها g هت equals كام؟ هت equals 5. يلا اللي بعد كده نيجي بقى للمسائل اللي محتاجه شويه خبره في الايه في الفاكتورايزيشن وعايزه واحد يكون لماح. انا هنا شايف بعيني ايه؟ واضح ان في عندي x هنا وهنا وهنا، يعني ممكن ناخدها كومون. يعني لو هنقول كده let x power 3 plus 7x squared minus 18x equal 0، ناخد x common يبقى عندي x squared plus 7x minus 18 equals 0. يعني هنا x نفتح هنا 2 brackets، عندي هنا x و x، واحدة positive واحدة negative. a times a يديني ال 18 والديفرنس يديني ال 7، سهله 9 تايمز 2، وقلنا الجريتر فاكتور مع الميدل ساين، يبقى هنا 9 وهنا ايه؟ وهنا 2. يبقى زين يا اما الاكس عندي هت ايكوال 0 يا اما الاكس عندي بلس 9 ايكوال 0 يا اما الاكس عندي ماينس 2 ايكوال ايه؟ 0. عندي 3 فاكتورز ب 0، لازم واحد فيهم هيكون هو اللي ب 0. يبقى الزيروز عندي للفانكشن اف هت ايكوالز ال 0 ونيجاتيف 9 وكام؟ و2. يلا اللي بعد كده x باور 6 ماينس 64، ال 64 8 تايمز 8، يبقى ده عندي ديفرنس بتوين تو سكويرز. يبقى لما نقول let x باور 6 64 ايكوال 0، يبقى انا عندي x باور 3 ماينس 8 تايمز x باور 3 بلس 8 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. يبقى يا اما ده هيكوال 0 يا اما ده هيكوال 0. طبعا ملهاش لازمه ان احنا نجو فارزر ونفك ده ديفرنس بتوين تو كيوبز، ان انا عندي البراكت الكبير دايما في الديفرنس بتوين تو كيوبز ما بيطلعليش اي ايه؟ اي زيروز، لان الديسكريمنت بتاعه دايما بيبقى بالنيجاتيف. طيب اعمل ايه في دول؟ هنا يبقى زين الاكس باور 3 ماينس 8 ايكوال 0، دي معناها ان الاكس باور 3 ايكوالز 8، يعني الاكس باور 3 ايكوالز ال 2 باور 3، سينس ان الباور ايكوال الباور يبقى البيز ايكوال البيز، يعني زين الاكس عندي ايكوال كام؟ ايكوال 2. طيب ومن البراكت الثاني عندي الاكس باور 3 بلس ال 8 ايكوال 0، يعني الاكس باور 3 ايكوالز النيجاتيف 8، نيجاتيف ال 8 اللي هي نيجاتيف 2 باور 3، يبقى زين عندي الاكس ايكوال كام؟ نيجاتيف 2. يبقى الزيروز عندي للفانكشن اللي اسمها اتش، يبقى الزيروز اوف اتش هت ايكوالز 2 ونيجاتيف 2. نيجي يلا اللي بعد كده، في عندي اكس ناخدها كومون، هناخد الاكس كومون يبقى عندي اكس باور 7 ماينس 128 ايكوالز 0. يبقى هنا الاكس عندي ايكوالز 0
or x power 7 minus 128 equals 0. ال 128 ب 2 باور 7 يبقى انا عندي الاكس عندي هتيكوال 0 اور اكس باور 7 ماينس 2 باور كام؟ باور 7 ايكوالز 0. ده معناها ان الاكس باور 7 ايكوالز 2 باور 7. وسنس ان الباور ايكوال الباور يبقى البيز ايكوالز البيز. ناخد بالنا ان احنا لو الباور ده ايفن، لو الباور ايفن هيبقى البيز ايكوالز بلس ماينس البيز اللي قدامه. يعني هنا كمان الباور عندي زود على طول هنقول ان الاكس ايكوالز كام؟ ايكوالز 2. لكن دي مثلا لو دي 6 لا الاكس هتيكوال بوزيتيف نيجاتيف البيز اللي قدامه. يبقى في الحاله بتاعتنا دي هنا الزد عندي اوف اف ايكوالز 0 و2. اكزامبل 3 بيقول لي فايند ان ار السيت اوف زيروز اوف ايتش اوف ذا بولينوميال فانكشنز defined by the following rules. يلا هنا هنقول let x squared minus 2x minus 1 equals 0. ايه بقى ايه يديني 1 والديفرنس يديني 2؟ مستحيل، ما قداميش غير ان انا اشتغل بالجنرال فورمولا. الاي عندي هنا equals كام؟ الاي equals 1 ادي الاي. البي عندي equals كام؟ equals negative 2. السي عندي equals كام؟ equals negative 1. الجنرال فورمولا كانت بتقول لي ايه؟ بتقول لي عندك 2 روتس x1 و x2 الاثنين دول ايكوالز الاتي نيجاتيف b بوزيتيف نيجاتيف روت b سكويرد ماينس 4ac ديفايدد 2a. يلا نعوض وما نفصلش الا بعد ما نفك الروت، يبقى هت ايكوالز الاتي نيجاتيف b يعني 2 لان عندي نيجاتيف نيجاتيف 2 بلس ماينس الروت b سكويرد يعني نيجاتيف 2 سكويرد ب 4 ماينس 4 تايمز الاي عندي بكام؟ ب 1 والسي عندي بنيجاتيف 1 ديفايدد 2 تايمز ال 1 اللي هي 2 which equals عندي هنا 2 بوزيتيف نيجاتيف روت 4 ماينس 4 تايمز نيجاتيف 1 يعني اكنها 4 بلس 4 يديني 8 ديفايدد ايه؟ ديفايدد 2. واحنا عارفين ان ال 8 دي عباره عن 4 تايمز 2 يعني ال 4 دي تطلع بره الروت هنا ب 2 يعني ده هيكوالز معايا 2 بلس ماينس 2 روت 2 ديفايدد 2. ودايما المسائل دي مشهوره قوي ان انا باجي في اللقطه دي واخد كومون فاكتور، يبقى انا عندي هنا 2 لما اخد 2 من هنا ومن هنا يتبقى هنا 1 بلس ماينس خدت ال 2 دي يتبقى روت ال 2 ديفايدد 2 دي راحت مع دي هيديني 1 بلس ماينس روت الايه؟ ال 2. وبالتالي ال 2 روتس بتوعي يبقى زين الاكس 1 عندي ايكوالز 1 بلس روت ال 2، واحد ياخد البوزيتيف ساين والروت الثاني ياخد النيجاتيف ايه؟ النيجاتيف ساين. يبقى الزيروز عندي للفانكشن اللي اسمها اف هتيكوالز الاتي 1 بلس روت ال 2 و1 ماينس روت الايه؟ ال 2. طيب يلا اللي بعد كده x squared minus 3x plus 7 8 times a يديني 7 والسم 3 مستحيل، يبقى ما قداميش غير الجنرال فورمولا. يبقى انا عندي هنا ال a عندي equals كام؟ equals 1. ال b عندي negative 3. ال c عندي equals 7. يلا x1 و x2 equals نكتب القانون الاول زي ما احنا متعودين negative b plus minus root b squared minus 4ac divided 2a اللي هات ايكوالز نيجاتيف بي نيجاتيف نيجاتيف 3 ب 3 بلس ماينس السكوير روت للاتي بي سكويرد يعني 9 ماينس 4 تايمز الاي عندي ب 1 تايمز السي عندي بكام؟ ب 7 ديفايدد 2 تايمز 1 which is 2. ابص بعيني على طول الاقي عندي الديسكريمنت هيطلع بالنيجاتيف، يعني هي هات ايكوالز معايا كده هنا 3 بوزيتيف نيجاتيف روت هنا نيجاتيف 4 تايمز 7 نيجاتيف 28 بلس 9 تبقى نيجاتيف 19 ديفايدد 2. طيب احنا هنا شايفين ايه عندي في المساله؟ شايفين روت النيجاتيف، هنقول كده وسنس ان روت نيجاتيف 19 doesn't belongs to الار يبقى على طول الزيروز اوف الفانكشن اللي اسمها جي ايكوالز ايه؟ ايكوالز 5. يلا مع بعضينا نشوف مساله تروي. هنا ليت x squared minus 2x equals 0. ناخد الاكس كومون
يبقى عندي x minus 2 equals 0. يبقى then ال x عندي هت equals 0 or ال x minus 2 equals 0. واللي منها نقدر نقول ان ال x equals ايه؟ equals 2. يبقى ال zeros عندي ال function f هت equals 0 ايه؟ و 2. اللي بعديها difference between two squares. يعني لما نقول ان ال x squared minus ال 81 equals 0 يبقى عندي ال x minus 9 times ال x plus 9 equals 0. يبقى then x minus 9 equals 0 or ال x plus 9 equals 0. يعني ال x عندي equals هنا 9 or ال x equals negative 9. يبقى ال zeros لل function g هت equals negative 9 و 9. يلا اللي بعد كده sum of two cubes. يديني براكت صغير وبراكت كبير. هنا let x squared plus 27 equals 0. براكت الصغير براكت كبير. هنا هيبقى x plus 3. ليه plus 3؟ لأن ال 27 عندي عبارة عن 3 باور 3. خدت منها واحدة as a base. لما بنيجي نفك البراكت الكبير دي always positive والساين دي عكس الساين دي هنا negative. يبقى هنا x squared يبقى هنا 3 squared ب 9. هنا بنحط ده تايمز ده ب 3x. دائما وابدا لما بنيجي نبص على ده الديسكريمنانت بتاعه بيديني نيجاتيف. يعني هنا عندي ال a equals 1، ال b equals negative 3، ال c عندي equal 9. تعالوا نشوف b squared minus 4ac اللي هي الكوانتيتي اللي هتبقى تحت الروت هتديني ايه؟ هنا b squared ب 9 هيبقى minus 4 times 1 times 9 اللي هي هتديني negative 27. يبقى معنى كده ان ده لما اجي اساويه بالزيرو ملوش اي سوليوشن في الريل نمبر. وبالتالي الزيرو بتاع الفانكشن اللي هي sum or difference between two cubes بيجي لي بس من الفاكتور ده. يبقى هنا هنقول كده then x plus 3 equals 0. يعني الاكس عندي equals negative 3. يبقى الزيروز بتاع الفانكشن اللي اسمها a هي equals عندي negative 3. يلا اللي بعد كده a times a يديني 12 والسم 8 سهلة 2 times 6. يبقى هنا let x squared minus 8x plus 12 equals 0. يبقى هنا x 2 brackets هم equals 0 x و x minus و minus 2 times 6. يبقى then x minus 2 equals 0 or x minus 6 equals 0. يعني x عندي هنا equals 2 or ال x عندي هنا equals 6. يبقى then ال zeros عندي لل function اللي اسمها k هت equals عندي 2 و 6. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. بيقول لي determine set of zeros of each of the polynomial functions اللي متعرفها بالرول دي. اول واحده عندي الفانكشن دي يبقى هنا let 5x plus 10 equals 0. سهل قوي، نودي ال 10 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف يبقى 5x equals negative 10. يعني الاكس عندي هت equal negative 10 divided 5 اللي هي negative 2. يبقى الزيروز عندي للفانكشن اللي اسمها f ده عباره عن نيجاتيف ال2. يلا هنا هناخد الاكس كومون ايكوال 0. يبقى then الاكس عندي ايكوالز 0 اور الاكس ماينس 2 ايكوالز 0 واللي منها الاكس ايكوالز 2. يبقى الزيروز عندي هنا للفانكشن اللي اسمها f ده عباره عن 0 وكام؟ 0 2. طيب اللي بعديها difference between two squares. يعني ال x squared equals 16، ده معناه ان ال x equals positive negative root 16 اللي هي positive negative الايه؟ ال 4. يبقى ال zeros عندي لل function f عباره عن negative 4 وايه؟ و 4. اللي بعديها طبعا احنا قلنا دي هتبقى بالنسبه لنا سهله جدا، ان x squared plus اي حاجه لازم
الزيروز عندي بفاي. ليه؟ لان لما اقول اكس سكويرد بلس 9 ايكوالز 0، ده هيخلي ان الاكس سكويرد ايكوالز نيجاتيف 9، وطالما الاكس سكويرد نيجاتيف 9 يبقى الاكس عندي ايكوال بوزيتيف نيجاتيف روت نيجاتيف 9. وسنس ان روت النيجاتيف 9 doesn't belongs to الار، يبقى على طول الزيروز عندي للفانكشن اللي اسمها اف ده هيديني 5. يلا اللي بعديها برضو difference between two squares، يعني لما نقول كده 25 minus 9x squared equals 0، ده معناه ان 5 minus 3x times 5 plus 3x equals 0، يبقى then 5 minus 3x equals 0 or 5 plus 3x equals 0. يعني ال x عندي هت equal هنا هيبقى negative 5 divided 3 positive negative 5 divided 3. يعني الزيروز عندي للفانكشن f equals negative 5 over 3 و 5 over a over 3. problem 6، لما نيجي نبص هنا في common factors، هناخد ال 5x common factor، يبقى عندي هنا x squared minus كام minus 4 equals كام equals 0. يبقى then يا اما ال 5x equals 0 or ال x squared minus 4 equals 0. هنا هيبقى الـ x عندي equal 0 وهنا هيبقى الـ x squared equals 4، يعني الـ x equal positive negative root 4 اللي هي positive negative 2. وبالتالي الـ zeros عندي للـ function f هت equals عندي 0 و negative 2 و 2. يلا اللي بعديها، هنا على طول x power 3 minus 125 equals 0، يبقى ال x باور 3 equals 125، واحنا عارفين ان ال 125 دي عبارة عن 5 باور 3، يبقى ال x باور 3 equals 5 باور 3. وسنس ان الباور equals الباور، يبقى البيز equals البيز، وبالاخص ان الباورز عندي هنا ار ايه؟ ار اود. لو كانوا even كان هيبقى البيز ده equal positive negative البيز الثاني، يبقى ال x عندي هنا هت equal 5. يبقى الزيروز عندي للفانكشن اللي اسمها اف دي هي ايكوالز معانا ال5. اللي بعديها عندي ال2 والاكس كومون فاكتور، هناخد 2x، يبقى هنا x باور 3 وهنا هيبقى بلس 27 ايكوالز طبعا 0. يبقى يا اما ال2x ايكوالز 0 اور الاكس باور 3 بلس ال27 ايكوالز 0. دي خلاص هنا الاكس ايكوالز 0، هنا هيبقى الاكس باور 3 ايكوالز كام؟ نيجاتيف 3 باور 3. وسنس ان الباور ايكوالز الباور، يبقى البيز ايكوال البيز. طبعا دي لو فكناها سام بتوين تو كيوبز هيديني كده اكس بلس 3 والناحيه الثانيه اكس سكويرد ماينس 3 اكس بلس مين؟ بلس 9. واتفقنا ان البراكت ده الديسكريمنت بتاعه اللي هو البي سكويرد ماينس 4 اي سي للزين الزيرو، وبالتالي ملوش اي زيروز، وهيبقى الزيرو الوحيد جاي لي منين؟ من الفاكتور ده. يبقى اما نحلها كده يا اما كده، طبعا كده اسهل كتير. يبقى انا عندي زين الزيروز عندي للفانكشن اللي اسمها اف هي ايكوالز الزيرو اللي هو جاي من هنا، والنيجاتيف 3 عشان الاكس ايكوالز ايه؟ نيجاتيف 3. اللي بعديها فاكتورايزيشن سهل جدا، يبقى ليت اكس سكويرد ماينس 3 اكس ماينس ال 4 ايكوالز 0. وانا عندي تو براكتس x و x، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، a تايمز a اديني 4 والديفرنس 3، 1 تايمز 4 وال 4 الفاكتور الكبير مع الساين بتاعت الميدل تيرم، يبقى هنا 4 وهنا ايه؟ وهنا 1 ايكوالز 0. يبقى زين ال x بلس ال 1 ايكوالز 0 اور ال x ماينس ال 4 ايكوالز 0. هنا هيبقى ال x ايكوال نيجاتيف 1، يعني الزيروز اوف ال f equals negative 1، ومن هنا يجي لي 4. اللي بعديها عندي هنا 2x squared minus 5x minus 12، طبعا دي سيزر على طول، عندي هنا 2x وعندي هنا x، a times a يديني 12 والdiagonals difference بتاعهم يديني 5. لو فكرنا شوية قلنا 4 times 3، نحط هنا ال 4 ونحط هنا ال 3، يبقى الdiagonal ده 8 الdiagonal ده 3، الdifference فعلا بينهم يديني 5، والدياجونال الكبير بياخد الساين بتاعت الميدل تيرم والساين بحطها قدام الفاكتور، يبقى هنا نيجاتيف وهنا ايه؟ وهنا بوزيتيف، وناخد ده
براكت وده ايه؟ وده براكت، يبقى ده ما يتفك هنقول كده يبقى 2x بلس 3 تايمز x ماينس 4 ايكوالز 0، يبقى زين ال 2x بلس 3 ايكوالز 0 اور ال x ماينس 4 ايكوالز 0. من هنا يبقى ال x عندي هت ايكوالز نيجاتيف 3 ديفايدد 2، دي راحت بالنيجاتيف وتعملها ديفايدد 2، اور ال x عندي ايكوالز ايه؟ ايكوالز 4. يبقى ال zeros عندي للفانكشن f هت ايكوالز نيجاتيف 3 ديفايدد 2 والايه؟ وال 4. يلا اللي بعد كده، واضح قوي ان انا هاخد كومن فاكتور x، يبقى ال x تايمز x سكويرد ماينس ال x ماينس 2 ايكوالز 0. a by a يديني 2 والديفرنس يديني 1، 2 تايمز 1. يعني هنا x وهنا x ماينس 2 x بلس 1 ايكوالز 0، يبقى زين ال x عندي ايكوال 0 اور x ماينس 2 ايكوال 0 اور x بلس 1 ايكوالز 0. يبقى ال x عندي هت ايكوالز 0 اور ال x عندي هت ايكوالز 2 اور ال x عندي هت ايكوالز نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. يبقى الزيروز عندي بتاعت الفانكشن f دي هت ايكوالز معايا الزيرو والتو والنيجاتيف 1. بروبلم 12 لما نيجي نبص المساله مش مترتبه وفي عندي اكس هيتاخد قمر. طيب الاول نقول كده let 6x squared minus 2x power 3 minus 4x equals كام؟ equals 0. نرتبها الاول، يعني نيجاتيف 2x power 3 هنا بلس 6x squared minus 4x equals ايه؟ equals 0. ندفايد اوفر نيجاتيف، يعني هنكمل هنا 2x باور 3 ماينس 6x سكويرد بلس 4x ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. يلا ناخد 2x كومون، يبقى عندي هنا 2x، عندي هنا x سكويرد ماينس 3x بلس 2 ايكوالز 0. لما نيجي نبص هنا سهله 1 تايمز 2 ايكوالز 2 والسم ايكوال 3، يبقى هنا 2x بتتفك x ماينس 1 x ماينس 2 equals 0. يبقى زين ال 2x equals 0 or x minus 1 equals 0 or x minus 2 equals 0. يبقى ال 0 على طول عندي ال function f هي equals معايا 0، هيجي لي من هنا، هيجي لي من هنا 1، هيجي لي من هنا ايه؟ 2. اللي بعديها مترتبه، ناخد x squared as a common factor. يبقى هنا معايا 2x squared plus x minus 6 equals 0. نعمل سيزر يلا هنا 2x و x. طبعا 2x squared في سيزر سهلة 2x و x، وال 6 عندي سهلة 1 times x و 2 times 3، سهل ان انا انوع. طيب نشوف كده 2 times 3، لو حطينا هنا 2 هنا 3 ظبطت معايا، اصبح الديفرنس هدي ب 1. يبقى احط هنا 2 وهنا كام؟ وهنا 3. الدياجونال ده 4، الدياجونال ده 3، الديفرنس بينهم is 1. نحط الساين بتاعت الدياجونال الكبير زي الميدل تيرم، والساين بتاعته بتبقى قدام الكوفيشنت ده، هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، يبقى ده براكت وده انظر ايه؟ براكت. يبقى انا عندي اكس سكويرد هنا 2x ماينس 3، وعندي هنا اكس بلس 2 ايكوالز 0، يبقى زين الاكس سكويرد ايكوالز 0 اور 2x ماينس 3 ايكوالز 0 اور اكس بلس 2 ايكوالز 0. يبقى الزيروز of f عندي هت equals هنا 0، هنا هيبقى 3 divided 2، وهنا هيبقى negative الايه؟ ال 2. يلا اللي بعديها ناخد بالنا بقى، هنا لازم افك البراكت ده الاول وبعد كده نسويها بالزيرو. يعني ال f of x عندي هنا هيبقى x squared minus 5x minus الايه؟ ال 14. ونقول let x squared minus 5x minus 14 equal 0. a by a يديني 14 والديفرنس 5، حاجات سهله جدا. 2 times كام؟ 2 times 7. يبقى انا عندي x هيبقى minus 7 طبعا لان الكبير مع الايه؟ مع الساين بتاعت الميدل تيرم، times x plus 2 equals 0. يبقى then x minus 7 equals 0 or x plus 2 equals 0. يبقى الزيروز عندي للفانكشن f هت ايكوالز يجي لي من هنا 7 ويجي لي من هنا ايه؟ نيجاتيف 2. يلا نشوف اللي بعد كده. برضو نفس الكلام، ما ينفعش اعمل اي حاجه الا لما اخليها بولونوميال. يبقى دي هت ايكوالز معايا ايه؟
هنا x times x x squared. x times 3 positive 3x. negative 2 times ال x negative 2x. negative 2 times 3 بنegative 6 plus mean plus 4. لاحظ equals الآتي x squared. هنا هيبقى positive ال x. هنا minus ال 2. يبقى let x squared plus ال x minus 2 equals 0. دي معناها 2 brackets. x plus 2 و x عندي minus 1. 2 times 1 يديني 2 والdifference يديني 1. يبقى زين ال x عندي plus ال 2 equals 0 or ال x minus 1 equals 0. يعني ال zeros عندي of f هيجي لي من هنا ال x equal negative 2 وهيجي لي من هنا ال x equal 1. يلا اللي بعديها x squared plus 2x minus 6. a times a يديني 6 والdifference يديني 2. ما عنديش غير حاجتين 1 times 6 ب 6 والdifference 5. 2 times 3 ب 6 والdifference 1. فواضح جدا ومش هينفع اعمل سيزر. يبقى واضح جدا ان المساله بتزقني في سكه الجنرال فورميولا. يبقى let x squared plus 2x minus 6 equal 0. طلع a و b و c. ال a عندي هنا equals 1. ال b equals 2. ال c equals كام؟ negative 6. يبقى ال 2 roots ب 2 ايه بتوع الايكويشن؟ x1 و x2 او ال 2 zeros بقى ناخد بالنا. يعني انا بقول ال 2 root او ال 2 zeros الاثنين are the same. equals negative b positive negative root b squared minus 4ac divided 2a اللي هي هتيكوال زي معنى الاتي. negative b يعني negative 2 positive negative root b squared ب 4 minus 4 times ال a عندي ب 1 times ال c عندي ب negative 6 divided 2a divided 2 اللي هي negative 2 plus minus root. هنا 4 times 6 24 بالبوزيتيف وعندي هنا 4 تبقى 28 divided كام؟ divided 2. ده هل جواه بيرفكت سكوير؟ جواه ال 4 ال 28 جواها 4 times 7 والفور تطلع بره روت بكام؟ ب 2. يعني ده هيديني كده نيجاتيف 2 بلس ماينس 2 روت. يبقى جوه بقى ال 7 مش هتطلع، ال 7 هتفضل جوه مش هتطلع، ال 4 طلعت وتحت 2. زي ما اتفقنا في اللقطه دي باخد كومون فاكتور على طول في معظم المسائل. هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي ال 2. لما اخد ال 2 من هنا يبقى جوه هنا ايه؟ نيجاتيف 1. لما اخد 2 من هنا يبقى مكانها نيجاتيف 1. يبقى بلس ماينس. لما اخد ال 2 من هنا بره يبقى مكانها 1 مش هكتبه. يبقى روت ال 7 على 2 ديفايدد ال 2. ال 2 تروح مع ال 2 يبقى ده هيديني نيجاتيف 1 بلس ماينس روت الايه؟ ال 7. يعني دول 2 روتس. اول واحد عندي نيجاتيف 1 بلس روت ال 7 وتاني نيجاتيف 1 ماينس روت الايه؟ ال 7. يبقى انا عندي الزيروز للفانكشن اللي اسمها اف هيكوالز معانا نيجاتيف 1 بلس روت ال 7 ونيجاتيف 1 ماينس روت الايه؟ ال 7. البروبلم اللي بعد كده 2x squared minus x plus 5. ال 5 a times a يديني 5 يديني 1 مش هنلاقي خالص. طيب نجرب سيزر كده. عندي هنا 2x وعندي x. لو حطينا هنا 1 وهنا 5 هيبقى الصم 7 ولو عكسنا هنا ال 5 وهنا ال 1 يبقى الصم 11 ويبقى كده ما قداميش غير الجنرال فورميولا. يبقى let 2x squared minus x بلس ال 5 ايكوالز ايه؟ ايكوالز 0. ال a عندي ايكوالز 2. ال b عندي نيجاتيف 1. ال c عندي ايكوالز ايه؟ ايكوالز 5. طيب x1 و x2 اللي هم ال 2 زيروز عباره عن ايه؟ عباره عن نيجاتيف b بلس ماينس روت b سكويرد ماينس ال 4ac ديفايدد 2a اللي هم نيجاتيف b يعني نيجاتيف نيجاتيف 1 ب 1 بلس ماينس روت b squared negative 1 squared ب 1 minus 4 times ال a عندي ب 2 times ال c عندي ب 5 وواضح ان الديسكريمنت هيطلع بنيجاتيف value. divided 2 اللي هي ايه؟ اللي هي 4 اللي هي هتيكوالز معانا 1 positive negative root. عندي هنا 2 times 5 10 minus 4 40 يبقى 1 minus 40 بنيجاتيف 39 divided 4 وسينس ان الروت negative 39 doesn't belongs to R يبقى then الزيروز عندي للفانكشن f equals كام؟
equals 5. يلا اللي بعديها. طيب المنظر ده فكرنا بايه؟ الناس بقى اللي كانت خارجه من بريب 2 مذاكره شويه، ده عباره عن فاكتورايزيشن باي جروبنج. كان ايه اللي بيميز الفاكتورايزيشن باي جروبنج؟ كنت باخد الكومون فاكتور 3 تايمز، خطوه بعمل فيها الكومون فاكتور مرتين، والخطوه الاخيره باخد الكومون فاكتور مره واحده، هنلاقي ان كل البولينوميال اتحولت لتو فاكتورز على طول. طيب ازاي؟ هنمشي عادي وهنقول let x باور 3 minus 3x squared minus 4x plus 12 equals كام؟ equals 0. التو فاكتورز دول هناخد منهم x squared common factor، هيديني x squared نفتح براكت، يبقى عندي x minus كام؟ x minus 3. بعد كده التو فاكتورز دول ناخد منهم كومون فاكتور بحيث ان يظهر لي البراكت ده، يبقى اخد نيجاتيف 4 ولا بوزيتيف 4؟ لو خدت بوزيتيف 4 هتفضل معايا نيجاتيف مع الاكس، هضطر اعكس، يبقى ناخد نيجاتيف 4. يبقى لما اخد نيجاتيف 4 از كومون فاكتور يبقى معايا هنا اكس، ويبقى هنا معايا ايه؟ ماينس 3. اوكي؟ ايكوالز 0. طيب انا وصلت لهنا، وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ لو خدنا بالنا هنلاقي ان البراكت ده زي البراكت ده بالظبط. يبقى لما ناخده كومون كده اكس ماينس 3 يبقى ايه من الايه من الترم ده؟ يبقى اكس سكويرد، ويتحط عندي هنا النيجاتيف يبقى ايه من هنا؟ نيجاتيف 4. اوكي ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. ده الفاكتورايزيشن باي جروبنج. واللي يلاقي نفسه مش فاهمه كويس ارجعوا في بريب 2، انا شارح الدرس ده بالتفصيل. خدوا بس اول ربع ساعه من الفيديو افهموا بس فكره الدرس، وهتلاقوه درس سهل جدا. طيب هنا the difference between two squares يعني هتديني تاني، يبقى الـ x minus 3 times x minus 2 times x plus 2 equals 0. يبقى then الـ x عندي minus 3 equals 0 or الـ x minus 2 equals 0 or الـ x plus 2 equals 0. ده معناه ان الزيروز عندي الـ function اللي اسمها f دي هيديني، هيجي لي من هنا 3، هيجي لي من هنا 2، ومن هنا negative 2. تعالوا مع بعضنا نشوف بروبلم 19. المساله ظاهريا باي جروبنج، ممكن اي حد يخش في المساله على طول ياخد ايه؟ ياخد اكس سكويرد كومون. الاول طبعا هنقول ليت اكس باور 3 بلس اكس سكويرد ماينس 2 اكس ماينس 8 ايكوالز ايه؟ ايكوالز 0. طيب هنمشي مع بعضنا كده، لو خدنا الاكس سكويرد از ا كومون يبقى عندي هنا اكس بلس 1، وهنا لما اجي ابص على الكومون ما عنديش غير نيجاتيف 2، اخد النيجاتيف 2 يبقى عندي هنا اكس بلس الفور. نلاقي ان المساله يعني واقفه معايا، مش هينفع اخد البراكت ده تاني، وبالتالي لازم نفكر بطريقه ثانيه. طب يعني الخطوه دي كده عشان ايه؟ دي بس للتوضيح، دي مش هناخدها معانا. ايه التفكير الثاني اللي افكر فيه؟ زي ما انتم شايفين في عندي اكس باور 3 وعندي 8. الحاجات اللي زي دي لازم تلفت نظركم، ما ينفعش تعدي علينا كده وخلاص. طالما المساله وقفت، دلوقتي المساله وقفت، لازم اعيد التفكير فيها. يبقى انا هقول هاخد ده مع ده، طب هتظبط معايا؟ نجرب. عندي هنا هيبقى اكس باور 3 ماينس ال 8 هيبقى عندي بلس اكس سكويرد ماينس 2 اكس. نعمل ايه في الحاله دي؟ ناخد دول مع بعضهم كده، من حق احط براكت عادي، ومن حق احط ده براكت عادي، طالما هنا مفيش نيجاتيف ساين من حق احط البراكت. يلا نفك دي، تديني ايه؟ تديني اكس ماينس 2 والبراكت الكبير بتاعها اللي هو اكس سكويرد بلس 2 اكس بلس 4، وهنا يديني بلس، اخد من هنا كومون فاكتور اكس، يبقى عندي هنا اكس ماينس 2. نلاحظ ايه؟ ظهر عندي هنا اكس ماينس 2 وظهر عندي هنا اكس ماينس 2. يبقى هو ده الكومون فاكتور اللي هاخده مره ثانيه، يبقى انا عندي هنا اكس ماينس 2، يبقى هنا ايه بقى؟ يبقى اكس سكويرد بلس 2 اكس بلس 4، ويجي له من هنا بلس مين؟ بلس اكس ايكوالز طبعا ايه؟ ايكوالز 0، من ايكوالز 0. نضم هنا الاكس مع الاكس، يبقى عندي x ماينس 2 وعندي هنا x سكويرد، هنا هيبقى بلس 3x بلس مين؟ بلس 4 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. a تايمز a اديني 4 والسم 3 طبعا مش ممكن. يلا نختبر الديسكريمنت بتاع الجزئيه دي. انا عندي ال a ايكوالز 1، ال b ايكوالز 3، ال c عندي ايكوالز 4، b سكويرد ماينس 4ac هي ايكوالز معايا 9، ماينس ال 4 تايمز 1 تايمز ال c 4 اللي هو نيجاتيف 16، هنا بلس 9 يعني نيجاتيف 7. الديسكريمنت عندي بنيجاتيف فاليو، يبقى دي مش هيطلع لي منها اي روتس، وبالتالي زين الاكس ماينس 2 ايكوالز 0، يعني الاكس عندي
equal to يبقى الزيروز عندي للفانكشن اف هي ايكوالز عندي ايه؟ ال 2. يلا اللي بعديها. هنا هنقول let x باور 4 minus 10 x squared plus 9 equals 0. طبعا مسألة سهلة، ال x باور 4 هتتقسم ل 2 brackets x squared و x squared. عندي هنا positive sign يبقى negative و negative زي الميدل ترم. a times a دي 9 والسم 10 سهلة جدا 9 times 1. The difference between two squares و the difference between two squares يبقى أنا عندي x minus 3 x plus 3 times x minus 1. عندنا x plus 1 equals 0 يبقى then x minus 3 equals 0 or x plus 3 equals 0 or x minus 1 equals 0 or x plus 1 equals 0. ده معناه ان الزيروز على طول الفانكشن f هت equals معايا هيجي من هنا 3 هيجي لي negative 3 هيجي من هنا 1 وايه ونيجاتيف 1. يلا مع بعضنا نشوف مسائل تشوز. بيقول لي the set of zeros of the function f where f of x equal negative 3x is what. طبعا negative 3x equals 0 هتخليني اقول ان الx equals 0 يبقى الزيروز عندي على طول is a is 0. اللي بعديها the set of zeros لل function 9x squared عبارة عن ايه؟ هنقول 9x squared equals 0 divided 9 يبقى الx squared equal 0 يبقى انا عندي الx equal 0 يبقى برضه ب 0. يلا اللي بعديها the set of zeros لل function f of x equal 4 دي اتفقنا constant function عند اي value of x بتديني 4 مستحيل تديني 0 خالص يعني مالهاش zeros يبقى set of zeros عندي ايه 5. يلا set of zeros لل function دي equal 0 عبارة عن ايه ال value اللي تديني 0 جميع قيم x اللي هحطها هنا هتديني 0 وبالتالي مجموعة الزيروز عبارة عن ايه كل real number. اللي بعديها function دي x squared minus 25 لما نسويها بالزيرو يبقى انا عندي ال x squared equal cap equal 25 يعني على طول ال x عندي equal positive negative root 25 يعني ال x عندي هت equals positive negative 5 يبقى ال 2 zeros دول. اللي بعديها الفانكشن دي x باور 6 minus 32x لما نسويها بالزيرو ناخد الx as a common يبقى معايا x باور 5 minus 32 هت equals 0 يبقى الx عندي equals 0 or x باور 5 minus 32 equals 0. ال 32 احنا عارفين ان هي 2 باور 5 يعني هنا في الحتة دي هيبقى x باور 5 equals 2 باور 5 وسنس ان الباور equals الباور يبقى البيز equal البيز وبالاخص ان الباور عندي is odd يبقى من هنا الاكس equal 2 ومن هنا الاكس equal 0 يبقى ال 2 zeros دول. اللي بعديها الفانكشن دي عندي 2 brackets x times x squared minus 1 equals 0 ده يتفك عندي ل x times x minus 1 x plus 1 equals 0 يبقى انا عندي هنا 0 وعندي هنا 1 وعندي negative 1 يبقى المجموعة دي. يلا اللي بعد كده x squared plus x plus 1 دي طبعا ملهاش اي فكة يبقى لازم نتشك على discriminant ازاي. ال a عندي بكام؟ ال a عندي ب 1 ال b عندي ب 1 ال c عندي ب 1 يبقى نجيب ال b squared minus 4ac اللي هو هيكوال b squared ب 1 minus 4 times 1 times ال c ب 1 يبقى ده عندي 1 minus 4 بنيجاتيف 3 وما عنديش انا حاجه اسمها نيجاتيف روت في الريل نمبرز يبقى بالتالي ما عنديش اي زيروز للفانكشن دي يبقى الاختيار عندي 5. السيت اوف زيروز للفانكشن دي هناخد الفانكشن سواء بالزيرو x squared minus 2x plus 1 equals 0 ده 1 times 1 يديني 1 والسم يديني 2 يعني هنا x times x minus 1 times x minus 1 equals 0 يبقى يا اما الاكس بزيرو يا اما ب 1 يبقى ال 2 زيروز مين اللي هم دول. يلا اللي بعديها نبتدي نشوف نوعيه ثانيه من المسائل. بيقول لي لو الزيروز اوف اف لو الزيروز بتاعت الفانكشن دي ب 2 يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو خدت ال 2 حطيتها مكان الاكس الفانكشن اللي هي واي تبقى ب 0. طب هي الفانكشن هنا اسمها ايه؟ الفانكشن هنا اسمها واي ايكوال اكس باور 3 ماينس مين؟ ماينس الام يبقى ات
z of f عندي الزيرو equal 2 يبقى زين زيرو عندي حي equal 2 power 3 minus الام يعني الام عندي حت equals 2 power 3 which is 8. اللي بعديها هنا مديني 2 zeros وعندي الفانكشن بيقول لي find الايه. ناخد بالنا انا عندي كام variable؟ variable واحد. طالما variable واحد يبقى انا يكفيني just 1 0 عوض بيه خلص المسألة. لكن لو عندي هنا بقى A و B 2 variables هحتاج اخش بال 2 zeros عندي عشان اخد 2 equations in 2 variables. يبقى هنا اعوض بأي zero يحل معايا المسألة. يعني مثلا at z of f equals 1 اتفقنا ده خلاص ان دي y equals x squared plus الx plus الa. بشيل الواي واحط مكانها زيرو. ولو احنا مركزين هشيل f of x كلها واحط زيرو. يبقى at z of f equal 1 يبقى 0 equals هشيل كل x واحط مكانها 1 يبقى 1 squared plus مين plus ال 1 plus الa. ده معناه ان ال 0 equals 2 plus الa يعني الa عندي بنيجاتيف 2. طب يلا نجرب الزيرو التاني at z of f equals negative 2 ده معناه ان الزيرو equals negative 2 squared هنا x يبقى negative 2 minus 2 plus الa اللي هو هيديني هيبقى الزيرو equals negative 2 squared 4 minus 2 يديني 2 يبقى 2 plus الa ومنها برضو الa هتطلع عندي بنيجاتيف a negative 2 يبقى الانسر دي. يبقى امتى هنعوض بالتو زيروز؟ لما يكون عندي الايكويشن فيها a و b. طيب ناخد اللي بعد كده نفس الكلام ونفس الفكره بيدربنا عليها بيديني الزيرو وطالب اعوض فيه علشان اجيب الايه الانون اللي عندي. يبقى at z of f equals 5 زين 0 equal مين الزيرو بقى اللي هي الفاليو نفسها بتاعت الفانكشن هنا هيبقى 5 باور 3 ماينس هنا 3 تايمز 5 باور 2 بلس ال اي يعني الزيرو عندي هي ايكوالز 125 ماينس هنا 5 سكويرد 25 تايمز 375 بلس ال اي يعني الزيرو عندي هي ايكوالز هنا 50 بلس ال اي يبقى الاي نيجاتيف 50. اللي بعديها بيقول لي 2 از ذا سيت اوف زيروز للفانكشن دي عايزين الاي نفس الكلام يبقى ات زد اوف اف equals 2 زين 0 هي equals معانا 2 squared minus 2a times شيل x دي ونحط 2 هنا plus a squared يبقى 0 عندي هي equal هنا 4 minus هنا هيبقى 4a plus a squared نحطها في الصورة اللي احنا متعودين عليها يعني a squared minus 4a plus 4 equals 0 a by a اديني 4 والسم ب 4 2 تايمز 2 يعني ده معناه كده ان ال a minus 2 تايمز a minus 2 equals 0 يبقى على طول a عندي equal كام؟ equal 2. Problem 14 بيقول لي if the set of zeros of the function d is phi خد بالنا بقى phi ملهاش then a may be equal a هو انا عندي الفانكشن عباره عن ايه؟ هو انا x squared plus ال a لازم اساويها بالزيرو يبقى احنا بندور على فاليو للاي لما تروح الناحيه الثانيه تبقى بنيجاتيف لو خدت نيجاتيف 1 هتروح الناحيه الثانيه ب 1 هيبقى الاكس سكوير ليها حل لو خدت 0 هيبقى ليها حل لو خدت 25 هتروح الناحيه الثانيه بوزيتيف 25 ليها حل يبقى لازم تاخد بوزيتيف 25 ليه؟ علشان نقول كده اكس سكويرد بلس 25 ايكوال 0 تروح الناحيه الثانيه تبقى اكس سكويرد ايكوالز نيجاتيف 25 يبقى ملهاش روت تمام؟ اللي بعد كده نفس الكلام عايز يشوف فاليو للكي اللي ما تخليش حل للايكويشن. طيب دي جميله قوي هنا عندي الاكس سكويرد المفروض بلس الكي اكس بلس ال1 المفروض ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. امتى المساله دي ما يكونش ليها حل؟ ها اللي متابعين كويس هيقول يا مستر لما يكون الديسكريمينانت بنيجاتيف. يبقى هنا انا لازم اطلع الفاليو بتاعت البي سكويرد ماينس الفور اي سي لازم اخليها لسه زيرو. يبقى احنا هنا هنحل ونجيب كي في الانيكواليتي دي. طيب الاي عندي بكام؟ الاي عندي ايكوالز 1 والبي عندي ايكوالز كي والسي عندي ايكوالز 1. يلا نعوض في الديسكريمينانت بي سكويرد يعني كي سكويرد ماينس 4 تايمز الاي ب 1 تايمز السي ب 1 ده لسه زيرو
ده معناه ايه؟ ده معناه ان الكي سكويرد ماينس الفور ليس ذان زيرو، نودي الفور الناحية التانية يبقى الكي سكويرد ليس ذان الايه؟ ليس ذان الفور. نيجي نبص بقى هنا، ايه بقى كي سكويرد ليس ذان فور؟ دي اول مرة تعدي علينا. احنا لما درسنا الانيكواليتيز درسناها على الفيرست اوردر، اول مرة تجيلنا سكند اوردر انيكواليتي. نحلها ازاي؟ في الدرافت كده بنقلبها اكويجن، يعني هنا كي سكويرد ايكوالز كام؟ ايكوالز 4، يعني الكي ايكوالز بوزيتيف نيجاتيف روت الفور ويتش از بوزيتيف نيجاتيف 2. طب وبعدين نرسمها على النمبر لاين، نيجي كده على النمبر لاين نحدد الفاليوز دي اللي هي مين؟ النيجاتيف 2 و 2، ادي كده الزيرو اهو، هنا هيبقى نيجاتيف 2، هنا ايه؟ هنا هيبقى 2. احنا بنقول ايه هنا؟ كي سكويرد ليس ذان الفور. طالما ليس ذان يبقى باخد الفاليوز اللي ايه؟ اللي جوه دي كده. يبقى اي حاجه هنا في المنطقه دي هتحقق الانيكواليتي دي. طبعا ما ينفعش اخد الباوندريز عشان هتيكوال 4. يبقى مين هنا موجود في التشويسز؟ التشويس سي. تمام؟ طيب لو واحد مش عايز يخش في الكوادراتيك انيكواليتي يعمل ايه؟ يعوض. هنيجي نجيب الديسكريمنت كده وابتدي اعوض. خد ال 3، 3 سكويرد ب 9 هيبقى ماينس 4 تايمز 1 تايمز 1 هيديني فاليو بالبوزيتيف. هناخد ال 2، 2 سكويرد هيبقى 4 ماينس 4 هيبقى 0، كذلك النيجاتيف تديني 0، مش هيبقى غير ال 1. يبقى يا اما نحلها بالطريقه دي يا اما اخد التشويسز وايه؟ واعوض بيها. يبقى احنا ممكن نستفيد من المساله دي ازاي نحل الكوادراتيك انيكواليتي. لازم تتحول ايكويشن واجيب التو بوينتس وابتدي اختار الانترفال بتاعتي. يلا نشوف اللي بعد كده. كومبليت ذا فولوينج. ذا سيت اوف زيروز اوف ذا فانكشن دي از ايه؟ طبعا سهل قوي، ده لما هيكوال 0 نودي الفايف الناحيه الثانيه هيبقى از الفايف. ناخد بالنا بيقول لي ذا سيت، يبقى الانسر بتاعتي تتكتب على هيئه سيت. اللي بعديها السيت اوف زيروز اوف ذا فانكشن اكس سكويرد بلس، اتفقنا ان دي على طول بتديني 5. يلا الفانكشن دي زين ذا سيت اوف زيروز اوف ذا فانكشن اف از اي نساوي ال 4 ماينس ال 2 اكس بكام؟ ب 0. يلا ال 2 اكس نجيبها هنا، يعني ال 2 اكس ايكوالز 4، يعني نجيب ال 2 هنا بالديفيجن، يعني الاكس ايكوالز كام؟ 2. يبقى الزيروز عندي از 2 اون. يلا اللي بعديها عايز السيت اوف زيروز للفانكشن دي 1 اوفر 5 ذا كوفيشن. طبعا الزيرو هيجي لي من اكس ماينس 3، سهل اكس ماينس 3 ب 0 يبقى الاكس بكام؟ ب 3. يبقى هنا 3. يلا اللي بعديها سيت اوف زيروز للفانكشن دي سهله جدا، لما اساويها بال 0 ده هيطلع لي 1، ده هيطلع لي نيجاتيف 2. يبقى هنا 1 ونيجاتيف 2. المساله اللي بعديها عايز سيت اوف زيروز للفانكشن دي هنا اكس ماينس 1 سكويرد تايمز x بلس 2 تديني 0. ده يديني الروت اللي هو x equals 1 دبل روت، وده يديني x equals negative 2. يبقى انا عندي الست عباره عن 1 ونيجاتيف 2. اللي بعديها الفانكشن دي يلا نساوي بالزيرو x squared minus 3x equals 0، ناخد x common يبقى x times x minus 3 equals 0، ده يديني 0 وده يديني 3، يبقى 0 و 3. اللي بعديها السيت اوف زيروز للفانكشن دي از ايه؟ نبص فيها كويس نلاقي ان هو مجهزها لي الستيب 2 بتاعت الفاكتورايزيشن باي جروبنج. نلاحظ ان البراكت ده زي البراكت ده، يبقى ناخده كومون. لما اخد البراكت ده كده اكس سكويرد ماينس 9 كومون، يبقى هنا اكس ويبقى هنا ماينس 3، نلاقي المسألة اتحولت من subtraction لmultiplication equals 0. ده اللي هو هيديني x minus 3 times x plus 3 times x minus 3 equals 0. ده هيديني الزيرو اللي هو 3، وده هيديني negative 3، يبقى 3 ونegative 3. اللي بعديها يقول لي if the curve of the quadratic function f doesn't intersect the x-axis. جميل قوي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الفانكشن عمرها ما بتجيب زيرو. يبقى الزيروز اوف اف هل في موجوده؟ اذا كان ما فيش انترسكشن مع الاكس اكسس يبقى اكيد ايه؟ فاي. اللي بعديها بيقول لي التو زيروز دول از سيت اوف زيروز للفانكشن دي،
الاي بكام؟ ناخد اي واحد فيهم نعوض بيه مكان الاكس ونخلي الايه الفانكشن بزيرو. مثلا ات زد اوف اف ايكوالز مثلا 3، يبقى الزيرو ايكوالز 3 سكويرد بلس مين؟ بلس الاي. ده معناه على طول ان الاي ايكوالز كام؟ نيجاتيف 9. المساله اللي بعد كده بيقول لي اف ذا فانكشن اف هو وير الاف اوف اكس بالدهاني، بيقول لي بروف ان النمبر 5 از وان اوف ذا زيروز اوف ذا فانكشن اف. طبعا انا بعتبرها اسهل مساله في الاكسرسايز. ليه؟ لما يكون النمبر 5 ده من الزيروز يبقى لما اعوض بيه هيطلع لي الفانكشن بكام؟ بزيرو. يبقى احنا نجيب اف اوف 5، يبقى اف اوف 5 ايكوالز هيبقى عندي هنا 5 باور 3 ماينس 2 تايمز 5 سكويرد ماينس 75 اللي هات ايكوالز 125، هنا ماينس ال 50 ماينس 75 which is الايه؟ الزيرو. يبقى سينس ان ال f of 5 ايكوالز 0 يبقى then the number 5 is one of the zeros of the function f. طبعا سهل قوي يعني. اللي بعديها بيقول لي set of zeros للفانكشن دي is كذا، find the value of each of the two constants a و b. هنا بقى اللي زي ما قلت لكم لازم اعوض بالايه؟ بال two zeros عشان يطلع لي two equations in two variables. يبقى at z of f equals 0 then هيبقى عندي 0 equal هنشيل الاكس ونحط 0 يبقى انا عندي a times 0 squared plus 0 plus b كده راح ان a times 0 راح، يبقى ده على طول هنا يقول لي ان b equals a equals 0. يبقى then ال f of x هت equals معانا a x squared plus ال x بعد ما خلينا ال b بكام؟ ب 0. نعوض بال 0 الثاني at z of f equals 1 يبقى ال 0 عندي هي equals a times 1 squared plus 1 يعني ال a بلس ال 1 ايكوالز 0 يبقى زين ال a ايكوالز كام؟ نيجاتيف 1. يبقى انا عندي يبقى زين ال a ايكوالز نيجاتيف 1 وال b ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. اللي بعديها يقول لي if the set of zeros للفانكشن دي is كذا find ال a وال b، نفس اللي فاتت بالظبط. يبقى at z of f نختار اول واحد ايكوالز 3، ده معناه ان ال 0 ايكوالز يبقى عندي a times 3 squared plus b times 3 plus 15. طيب هنا يبقى ال 0 equals 9a plus 3b plus 15 نديفايد اوفر 3، هنا ديفايدد 3 ونظبط المسألة هنا كده يبقى 3a plus b plus 5 equals 0، نودي ال 5 الناحية التانية يبقى 3a بلس ال b equals negative 5 ودي أول equation. equation الثانية at z of f equals 5 يبقى 0 عندي هي equals a times 5 squared plus b times 5 plus 15 يعني 0 equals 25a plus 5b plus 15 divide over 5 ونظبط المسألة معنا يبقى أنا عندي هنا 5a بلس ال b بلس 3 equals 0 يعني ال 5a بلس ال b equals negative 3 ودي 2. نعمل subtraction ل 2 from 1 يعني نحطهم تحت بعض ونخلي الثانيه بالنيجاتيف، هنا 3a بلس ال b equals negative 5 واللي تحتيها 5a بلس ال b equals negative 3، نغير الساينز بتاعتنا ده يروح مع ده يبقى negative 2a equals طبعا نغير دي تبقى positive equals negative 2 يبقى على طول ال a عندي هنا equals 1. ولو عوضنا في الايكويشن دي لما يكون ال a ب 1 يبقى 3 بلس ال b equal negative 3 تروح ال 3 الناحية التانية يبقى ال b ب negative 8.
نيجي نشوف مع بعضينا مسائل الاكسلنت بيوبلز. اول حاجه بيقول لي اف زد اوف اتش ايكوالز كذا، الزيروز عندي دي ومديني الاتش فيها اي وبي وسي 3 فاريبلز، ما ينفعش يتحلوا بالاثنين دول بس، عشان كده هو مديني اتش اوف 3 ايكوال 15 عشان اقدر اكون ثيرد ايكويشن. بيقول لي فايند اتش اوف 2، في جميع الاحوال لازم اكشف الاي والبي والسي، نكشفهم ازاي؟ بالسبستيوشن. طيب من الزيروز دي هيبقى عندي سينس الاتش اوف نيجاتيف 2 ايكوالز 0، يبقى زين نشيل كل اكس ونحط نيجاتيف 2، يبقى 0 عندي هي ايكوالز a تايمز نيجاتيف 2 سكويرد، الكلام ده بلس البي تايمز نيجاتيف 2، الكلام ده بلس السي. ده هيدينا ايه؟ نظبط بس المساله، يبقى 4a الكلام ده ماينس ال 2b بلس السي ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. وادي اول ايكويشن معايا. طيب الايكويشن الثانيه، سينس ان الاتش اوف 0 هنا ايكوالز 0، يبقى زين على طول 0 هي ايكوالز، هتروح معايا الاي والبي، يعني هنا a تايمز 0 سكويرد بلس ال b تايمز 0 بلس ال c، ده معناه على طول ان c ايكوالز a 0، وده شيء كويس ان انا خلصت من فاريبل. يبقى انا الايكويشن 1 عندي تحول لايه؟ يبقى ان ايكويشن 1 بالمره يبقى زين ال 4a ماينس ال 2b ايكوالز 0 ديفايد اوفر ال 2، يبقى ال 2a ماينس ال b ايكوالز 0، ودي الايكويشن الثانيه اللي هشتغل عليها مع الايكويشن ايه؟ مع الايكويشن دي. خلاص احنا عرفنا ان السي بزيرو. طيب ات اتش اوف 3 ايكوالز 15، يبقى زين ال 15 عندي هت ايكوالز، هيبقى عندي هنا الاي، هنا هيبقى 3 سكويرد بلس البي تايمز 3، طبعا ما فيش سي، السي بزيرو. نظبط وضع الايكويشن، يبقى 9a بلس 3b ايكوالز 15، يلا نعمل ديفايدد ال 3، يبقى 3a بلس الb ايكوالز كام؟ ايكوالز 5، ودي الايكويشن نمبر 3. الاثنين مختلفين في الساين بتاعت الb، يبقى سبتراكت 2 فروم 3 او العكس. حط الاثنين تحت بعض، يبقى انا عندي هنا 3a بلس ال b ايكوالز 5، وعندي هنا 2a ماينس ال b ايكوالز 0، ده راح، يبقى 5a ايكوالز 5، يبقى زين على طول ال a ايكوالز كام؟ ايكوالز 1. ولما يكون ال a ايكوالز 1 هنعوض ان ايكويشن، مثلا نعوض في 2، يبقى انا عندي 2 تايمز ال 1 ماينس ال b ايكوالز 0، يبقى على طول هنا تروح بالنيجاتيف، يبقى ال b عندي ايكوالز كام؟ ايكوالز 2. يبقى الايكويشن عندي عباره عن ايه؟ الفانكشن بتاعتي عباره عن ايه؟ انا مطلع a1 وال b2، يبقى دي ال h of x عندنا هت ايكوالز x سكويرد بلس 2x، ودي طبعا ال c مش موجوده عندي، يلا نجيب h of 2 نجيبها هنا، يبقى زين h of 2 هت ايكوالز 2 سكويرد بلس 2 تايمز 2 اللي هي 4 بلس ال 4 which is ال 8. بروبلم 2 بيقول لي الجي اوف اكس الفانكشن اهي ومديني اف اوف اكس، وبيقول لي الزيروز بتاعت الجي ايكوالز الزيروز بتاعت الاف، عايز الفاليو اوف اي وبعد كده عايز الزيروز اوف اف. طيب هو لما يقول لي الزيروز بتاعت الجي ايكوال الزيروز بتاعت الاف، طب ايه هي الزيروز الاول بتاعت الجي؟ الزيروز بتاعت الجي بتيجي امتى؟ بتيجي لما الفانكشن دي بايه؟ بزيرو. يبقى ات g of x equals 0، ده معناه ايه؟ ده معناه ان ال ax minus 3 equals a equals 0. وات f of x equals 0، ده معناه ان ال a squared x squared minus 12x plus 9 equals a equals 0. وممكن نقول دي كده 1 ودي كده ايه؟ ودي كده 2. لو جينا بصينا على المسألة كويس هنلاحظ إن أنا هنا في عندي a squared x squared وعندي هنا ax، يبقى ممكن نقول from 1 يبقى ال ax equals كام؟ equals 3، دي هنا 3، آخد دي أعوض بيها هنا يبقى substitute from equation 3 into، يبقى أنا عندي
اس سكويرد اكس سكويرد يعني ايه 3 سكويرد، يبقى 9 ماينس 12 اكس بلس 9 ايكوالز 0. ده معناه ان نيجاتيف 12 اكس بلس ال 18 ايكوالز 0. نودي ال 18 ناحية تانية بالنيجاتيف، يعني نيجاتيف 12 اكس ايكوالز نيجاتيف 18. يبقى الاكس عندنا هتيكوالز نيجاتيف ال 18 ديفايدد نيجاتيف ال 12 اللي هي 3 اوفر الايه؟ ال 2. هو طالب ايه؟ هو طالب الفاليو اوف ايه؟ يبقى نعوض في الايكويشن 3. ان ايكويشن 3 زين ال a تايمز 3 اوفر 2 ايكوالز كام؟ ايكوالز 3. ده معناها ان ال a ايكوالز 3 تايمز 2 اوفر 3 which is ال a which is 2. يبقى احنا كده جبنا ال a. طالما جبنا ال a ممكن اعوض على طول في الايكويشن دي، يبقى زين ال f of x هت ايكوالز ايه؟ هت ايكوالز اللي جبناها ب 2 يبقى 4x سكويرد ماينس 12x بلس مين؟ بلس 9. وبيقول لي بعد كده find the zeros of f، يبقى نسوي ده بالايه؟ بالزيروز. يبقى to find the zeros of f يبقى then 4x squared minus 12x plus 9 equals 0. واضح ان ده perfect square اللي هو هيديني 2 brackets 2x minus 3 و2x minus 3 equals 0. يعني ال 2x minus 3 equals 0 ده معناه ان ال x equals كام؟ 3 over 2. يبقى so ال 0 عندي بتاع ال f، يبقى ال 0 بتاع ال function f اللي هي ال set عندي 3 over 2. وبكده يبقى احنا خلصنا lesson 1 في unit 2. انا بعتبره زي revision عن الفاكتورايزيشن. درس سهل جدا، مفيش فيه اي مشاكل. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله.